لكم التحية في كل مكان لكل من يلتحق بنا الآن لمتابعة صباح الشوق. حملات توعوية واسعة جدا تعم البلاد هذه الأيام لمكافحة المخدرات وتحديدا مكافحة الآيس تحديدا أو الميث كما يسمى وأسامي كثيرة طبعا العلمية والأسامي العادية عامل إزعاج حقيقة للأسر بشكل عام وضاعوا شباب كتار جدا بسبب هذا المخدر وسبب المخدرات بشكل عام. حنخصص الفقرة الأولى لهذا الموضوع وأنا سعيد جدا بأن يكون معي الفنان والموسيقار محمد حامد جوار. صباح الخير. مرحبا أخ محمد وصباح الخير على الجميع وإن شاء الله وطن آمن ومسالم إن شاء الله. طبعا المشاهد ممكن يستغرب بأنه أنا عملت التحية عن المخدرات ومستضيف محمد حامد جوار اللي نعم. شنو العلاقة ممكن تكون بينك وبين الموضوع، لكن الفنون ممكن تكون أول يعني حيتصد بالضبط ضد المخدرات. بالضبط هي الفنون عندها الأثر المباشر والغير مباشر في التوعية. المباشر في إنه يعني الأغنية كما معلوم تماما عندها الدور بتاعها الإيجابي في إنها توصل المعلومة بشكل أو بآخر. نعم. وهي بتدخل البيوت بدون استئذان. في أكيد إذا كان الأغنية بتتناول المواضيع المجتمعية الشكل الإيجابي للطروحات الشكل الإنساني أكيد هي بتصل وبتأدي الدور بتاعها. إن كانت بشكل غير مباشر المعجبين أكيد هم بيقلدوا الفنان في كل شيء. صحيح. في سلوكه في لبسه في مظهره فكل ما كان المبدع هو مثال يحتذى به. نعم. أكيد هو بيقود الشباب ديل أكيد للشكل الشكل السليم. صحيح. في تصرفه في سلوكه في تناوله لما يقدم من الأعمال. فده الشكل الغير مباشر. نعم. أنتوا عملتوا مبادرة اسمها هو السودان؟ والله هي مبادرة تقريبا من 2016 ويعني يمكن عملت في مجالات كثيرة جدا في مجال السلام. يمكن قدمت ما لا يقل عن 20 مشعل عن السلام وعن إصلاح البيئة وعن محاربة آثار الفيضانات أو الدرء آثار الفيضانات. ويعني يمكن بعد ذاك بقى من العام السابق كان برضو موضوع المخدرات والإشكال الكبير الحاصل أو الهم الكبير خلينا نقول الحاصل في موضوع المخدرات فأنتجنا المشاعل دي كمبادرة مننا. ودور المبادرة هم طبعا مجموعة من الفنانين والشعراء والملحنين اللي هم الهم بتاعهم انه يؤدي الفن يؤدي الدور بتاعه الرسالي والدور في انه يخدم المجتمع والانسانيه كده يعني. صحيح. فادوا يعني انتجوا المشاعل دي وهي هديه نقدمها نحن على اساس انه يكون ده دورنا ودي رسالتنا للمجتمع كما الاخرين يعني. نعم. واكيد الليله دي كل المجتمع السوداني بمختلف الفئات بتاعته الان المخدرات دي هي بالنسبه لهم هاجس وهاجس كبير جدا فبالتالي لابد انه يتفاعلوا كل الناس كل المجتمعات تتفاعل على اساس انه نحمي اولادنا وفي حمايه اولادنا هي حمايه طبعا للمستقبل بتاع البلد يعني. صحيح. فدي مساهمه بسيطه جدا منا نحن بنقدمها وطبعا المبادره هي فيها عدد كبير جدا من الفنانين النجوم المعروفين. نعم. وكما تعلم يا اخي محمد انه النجم عنده التاثير بتاعه. طبعا. صحيح. فنتمنى انها تاتي اغلى ونقدم يعني ما هو مطلوب منا. نتمنى والله. المبدع ذاته مش محتاج يوعى محتاج توعيه ذاته. طبعا. هي واحده من يعني واحده من المعلومات الغير سليمه انه مرتبطه بالمخدرات الابداع. ايوه انه مرتبط بالمخدرات. ايوه انه المروجين خاصه بيستغلوا ابنائنا البادين دابهم في المجال بيقوموا بيشوشوا له انه المبدع عشان 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 يقدم افضل ما عنده لابد كده ولابد كده وانا الان بقول الكلام ده وانا مسؤول منه. الكلام ده غير صحيح. نعم. الفنان فنان. صحيح. المبدع مبدع. اما يعني اذا صاحب الحاجه دي اشياء اخرى زي المخدرات او غيره هي بتقلل من دورك بالمناسبه. وبتاثر على صحتك. نعم. وفي نفس الوقت بتقوم طوالي بتحول السلوك بتاعك لسلوك اخر يعني بتكون. صحيح. ده انت غير المبدع الانسان بالطبع بتاعه السليم والطلب بالطبع بتاعه المعافى. نعم. فاكيد يعني الـ يعني المروجين او غيره
بيستغلوا أبنائنا الشباب اللي في مجال الموسيقى، المجال بتاع التشكيل، صحيح. المجال بتاع كده، ويقوموا يصوروا لهم إنك أنت لازم ولازم ولازم. وخاصة أنت تعلم يا أخ محمد إنه مواجهة الجمهور هي بتحتاج للزول القوي. نعم. كويس؟ ثقة في النفس. أو بتحتاج للزول الواثق في نفسه. صحيح. فبالتالي إذا كان ده بيقى السبب فعلم تماما إنك أنت لا تصلح إنك تكون فنان. نعم. لأنك أنت حتقود أمة. غير ده كله، غير ده كله إحنا فقدنا فنانين كتار. يعني. بالضبط. بسبب الكلام. بالضبط بالضبط. وهي يعني. أثرت حتى على مستوى العالم يعني. نعم صحيح. أثرت على 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 أثرت على صحتهم، أثرت على عطائهم، أثرت على إمكانياتهم الصوتية. صحيح. فبالتالي الفنان هو يولد فنان. إن كان أو غير. نعم. وهذه المخدرات ما بتزيدك إلا إنها بتقلل من عطائك وبتقلل من إمكانياتك، بتقلل عن الموهبة اللي ربنا أداك لي عشان. يعني ممكن تأثر على حجم إبداعك؟ كثير جدا. كثير جدا. ونحن عندنا كثير جدا من الأمثلة. خلينا نشوف ماذا طبعا أكيد ما هنا، لكن خلينا نرجع لي 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 على مستوى العالم، على مستوى السودان، المبدعين في كل المجالات يعني. نعم. كانت المخدرات لها الأثر بتاعها. أثرت حتى في احترام جمهورهم لهم يعني. أثرت في يعني قبول الجمهور. ما أنت الجمهور دايرك أنت في أحسن صورة. صحيح. دايرك أنك أنت تكون سلوكك جميل، تكون كده يعني كلامك موزون، لأنك أنت بالنسبة له مثل أعلى. فبالتالي إذا حس بأنه في أي حاجة طوالي بتقلل من يعني بتقلل من العطاء بتاعك، بتقلل من الجماهيرية بتاعتك. والفنان بدون جمهور ما بيسوى شيء طبعا. صحيح. يبقى ما فنان يعني. بالضبط. صحيح. لازم أيوة. يكون عندك جمهور يعني. ويمكن في واحد من الفنانين العالميين أنا ما أتذكره، هو يعني الكلام ده تقريبا في السبعينات أو الثمانينات تقريبا. زول فنان مشهور ومعروف وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. اليوم الظاهر إنه كان ما قادر يسيطر على نفسه وكده فقد الجمهور. حصلت لي إلفيس بريسلي بالمناسبة. آه. إلفيس بريسلي حصلت لي والحاجة. بالضبط. صحيح. بالضبط. فأنا بأكد لأبنائنا الشباب. الشباب تحديدا بقول لهم يا ابنائنا نحن المستقبل امامكم، وانتم مستقبل السودان، مستقبل البلد دي. نعم. ونحن دايرينها تكون في مصاف الدول العالميه يعني. نعم. ما اقل من الدوله الفلانيه او العلانيه. نعم. فبالتالي دايرينكم اصحاء. نعم. اقوياء. صحيح. مبدعين. نعم. بتعبروا عن الشعب السوداني وثقافاته وعاداته ومعتقداته. نعم. في اجمل صوره. وخير البلد دي خير في شبابها طبعا، هو اللي بيبنيها يعني. بعد ذاك يعني الله يكفينا شر هذه المخدرات، كمان داخل علينا ايس وداخل علينا والله وده الهاجس الكبير السلم يؤرق كل البيوت والله السودانية. يعني انا صراحه يعني الحمد لله عندنا ابنائنا يعني، وبنفتكر انه اي مبدع شاب هو ده ابننا يعني. فصراحة الآن نحن في هاجس كبير جدا وفي خوف، وبقينا حتى الناس اللي في الثلاثينات أو في بنخاف بنسألهم زي الشفع الصغير، يا ها مشيت وين عملت شنو؟ ليه؟ لأنه الآن الوضع بقى مخيف. صحيح. وهي دي رسالة بنرسلها للجهات المسؤولة. يا جماعة كلنا خلونا نتكامل، الآن مستقبل السودان في خطر. نعم. مستقبل الشباب ديل في خطر. خلونا نتكامل، ونحن نعلم تماما انه امه ما عندها شباب قوي ما بتسوى شيء. بالضبط. فخلونا نحافظ على البلد دي، نحافظ على امنها، نحافظ على شبابها، نحافظ على السلوكيات اللي بتعبر عن الشعب السوداني، بتعبر عن معتقداته، بتعبر عن فنونه. نحن عندنا ارث فني كبير وجميل. صحيح. عندنا يعني 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 الحمد لله على مستوى السودان بمختلف عاداتهم ومعتقداتهم وتقاليدهم والسنتهم الفن مقيم ومقدر. فأخواننا الفنانين نحن دائما نتمناكم في الصح وفي السليم. يديك العافية. نتكلم أخيرا آخر سؤال معي وأنا المشعل اللي أنت حنسمع واسم في ختام حواري معك. والله عنه وشارك معه فيه منه اللحن منه كتبه منه. والله نحن طبعا كمبادرة ممكن الناس تعرف الشخصي من يعني من صوته من أداؤه من صورته وكده، لكن بنحرص دائما لانه الشغل بتقوم به مبادره كامله. نعم. بنقول اسم المبادره، المبادره هي مبادره هوى السودان احلى الفن، وهي مبادره تكونت تقريبا في قبل 5-6 سنوات. نعم. وعندها العطاء بتاعها وعندها الثقل بتاع النجوم بتاعنا. نعم.
وده الهم الوحيد اللي احنا شغالين فيه، والدور المجتمعي للفنان السوداني والدور الرسالي بتاعه. ويعني يمكن لو بحثنا في الميديا بنلقى عندها كثير جدا من المبادرات، ان كان على مستوى السلام او على مستوى اصلاح البيئه او على مستوى درء الكوارث وسيول الامطار، وكل كل ما يحصل في البلد من امر بهم العامه بيكون مبادرة السودان هي موجودة. أشكرك جدا موسيقار الفنان محمد حامد جوار، شكرا يا أخي لحضورك، وشكرا للمشعل اللي حنسمعه بعد شوية في شتاع. ويا ريت بصوت طوالي هدية مننا. أبشر هيكون موجود إن شاء الله. شكرا جزيلا، تسلم. الله يديك. هنشوف ونسمع المشعل ونعود نواصل في موضوع المخدرات مع ضيف تاني، ما تمشوا بعيد. يا شباب وطني البريد مستني خيرك، خير بلدنا تعال نزيده، ما في غير بلدك بجيرك، من سوداننا ونشيده، وانت زي اهلك مصيرك، والبيضرك وانت عارفه، ما تحاول تد غيرك. يا شباب وطن المكافح، عشان وطننا ده يبقى ناجح، يبقى لازم تضحيات، اخوك عزرو ليه وسامح، حل باحلى الصفات، ايدي في ايدك نكافح كل السموم ومخدرات، ايدي في ايدك نكافح كل السموم ومخدرات، كل السموم ومخدرات، ايدي في ايدك نكافح كل السموم ومخدرات. لا 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 للمخدرات، ياك جاهل يلا جر في عينيك الدنيا تحلى، انت ليه اسمع كلامه وحسيتها بيك رحلة، سكة ما بتشبه خطاك وصحتك زايد هلاك، غالب ادمانك هواك، ياك جاهل يلا جر في عينيك الدنيا تحلى، انت ليه اسمع كلامه وحسيتها هتبيك رحلة، سكة ما بتشبه خطاك وصحتك زايد هلاك، غالب إدمانك هواك، وين مصيرك وين مصيرك، اسمع صوت ضميرك لما يصرخ فيك لا 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 للمخدرات.